وسهلا. أولا أشكرك وأحيي الجزيرة وقطر، واسمحي لي أولا أريد أن يعرف الكل أنا لست متصلة، أنا دكتورة في أزمة الدولة في العالم العربي والصراع العربي الإسرائيلي في ضوء هزيمة حزيران والحرب العراقية الإيرانية وغزو الكويت وتدمير أمريكا للعراق. أدخل عندي ثلاثة نقاط: لماذا القمة العربية يوم 11/11 والمقاومة في غزة مستعرة والقيادة الأمريكية، والنقطة الثانية الاستقالات في الغرب، والنقطة الثالثة الجامعة العربية وشيخ الأزهر والشعوب العربية. أبدأ بالنقطة الأولى، أريد أن يعرف العالم كله ونحن على اطلاع والتسريبات الأمريكية والعربية أن القادة العرب والرئيس الأمريكي الذي يقول في أكثر من موضع أنني أتصل مع القيادات العربية ونعالج موضوع غزة وكيف يمكن أن تدار غزة، وبدل تهجيرها كيف يجب أن تدار إما دوليا أو عربيا وفلسطينيا بطريقة، هناك مؤامرة تنسج والقمة العربية تنتظر، طلب منها أن تعطي مهلة 10 أيام لكي تتم تصفية المقاومة في غزة، وبعد ذلك تعقد القمة في ظل هزيمة لحماس وفي ظل هزيمة للشعب العربي وفي ظل هزيمة لهذا الموضوع، وأعطي دعم نتنياهو أنه مقبول أن تبقى في كل هذه الفترة. هذا أساس القمة العربية، واللي يشوفون التصريحات للإدارة الأمريكية المتلاحقة في كل هذا الموضوع ومن الرئيس الأمريكي بالذات ووزير الخارجية سوف يقدم لكي يرتب الموضوع. فالقمة هي للتحضير للمرحلة ما بعد هزيمة حماس، وإن شاء الله ما راح تهزم حماس وحينتصر العالم العربي. هذا واحد. أقول الاستقالات، أذكر للجيل أن يعرفوا الآن أكو استقالات في الغرب، معاون رئيس الوزراء في بريطانيا ونائب المحافظ يستقيل ويهين رئيس الوزراء ويفضح اللعبة ولا يقبل الجرائم تجري في غزة، وكذلك مساعد في وزارة الخارجية الأمريكية ومع موظفين قدم استقالات، مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قدم استقالات، هناك استقالات. أنا بسأل الآن وأذكر العالم العربي والشعب العربي حتى يطالب، ماذا عن الاستقالات في الجانب العربي؟ مقدما أقول حينما كانت مصر عبد الناصر تقاتل إسرائيل واليهود في 67 قدم مع النكسة، قدم الرئيس عبد الناصر استقالته القيادة العسكرية وأجبرت الجماهير أن يعود على أن يقاتل مش يعود لكي يحكم، وعمل جيش من 1,000,000 وبدأ حرب الاستنزاف. ثم في عهد الرئيس السادات استقال وزير الخارجية إسماعيل فهمي، ثم استقال وزير الخارجية محمد رياض لأنهم رفضوا تواطؤ الرئيس السادات مع كيسنجر. أين السفراء والوزراء بالمنطقة العربية اليوم؟ إذا كان القادة صامتين فعليهم أن يقدموا استقالات، أن يفضحوا الوضع بالعالم العربي، أن لا يقبلوا. أروح على النقطة الثالثة، أوجه ندائي إلى شيخ الأزهر، نحن أمامنا خارطة طريق للنجاح، أطلب منه أن يوجه نداء إلى الجماهير العربية وإلى الشعب المصري المنتفض وإلى أبناء العروبة وأبناء الإسلام الموجودين بالقاهرة الذهاب إلى جامعة الدول العربية تحتشد الجماهير في هذا المكان الذي يمثل العرب، يعزل هذا الأمين العام ومساعده حسام زكي، هؤلاء من أيام نظام مبارك، يعني كان لازم يكون محاكم هذا الأمين لأن كان وزير خارجية مبارك وكان إسرائيل الهوى، ضمت اللعبة الدولية ورجعت أمين عام لكي تموت. فعلى الجمهور أن يحتشد، أن يحتل المكان، أن يعلن التالي قانونيا، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار بغالبية 120 دولة في وقف إطلاق النار، فتح المعابر، فتح المساعدات كاملة، دعم غزة، عليهم أن ينفذوا هذا القرار. تصبح خارطة الطريق من الجامعة تنفيذ هذا القرار عربيا بالتطوع وبفتح الحدود والذهاب إذا كانت الجيوش والدول لا تريد أن تحارب، لا تصطدم بالرؤساء لكن يتحمل مسؤولية شيخ الأزهر والشيوخ اللي مثله مهمة في حشد هذه الجماهير وتذهب ك
كما أسقطت الجماهير في الميدان مبارك تذهب إلى الجامعة العربية تعزل الأمين العام تعزل مساعدة بمعنى تعزل النظام الرسمي العربي وتحقق تحول جديد تفتح المعابر رفح غزة الضفة الغربية القدس الأقصى هذا هو خارطة الطريق شكرا جزيلا لك سيد أحمد وصلت فكرتك